السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله هنشتغل تطبيق مميز جدا اللي هي عمل توكا كليبس بالشكل اللي احنا شايفينه كده، من الباترونات السهلة والبسيطة هنشتغلها مع بعض بخطوات سهلة جدا، وشايفين قد ايه شكلها مميز على اللبس. أتمنى تعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة، خليني أذكر كل حبايبي وأصدقائي اللي بيشوفوني أو بيتابعوني لأول مرة إننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة كتير من التوك والبندانات بالأشكال اللي احنا شايفينها كده. فإذا ما شفتهاش معايا أو حابة تتابعي أي باترون منهم، هتلاقيهم كلهم متوفرين أسفل الفيديو على أول تعليق مثبت، إضافة إلى كل لينكات التواصل والصفحة الرئيسية اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الأشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. أما دلوقتي خلينا نشوف الأدوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة. الأدوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرمية الكريستال فرنساوي رفيعة. هستخدم لونين مختلفين، بس طبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي أي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها. الخيوط دي هشتغل عليها بإبرة رقم 3 مليمتر. هحتاج لإبرة التنظيف، المقص، وأي ماركر أو دبابيس عشان نعلم أثناء الشغل. وطبعا هنحتاج للكلبسات أو التوك، سواء اللي بالشكل ده كده أو ده، يعني المتوفر عندك واللي حابة تستخدميه. وأول خطوة هنبتدي نعملها، هنشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي. هسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وبعد حلقة البداية هرتفع ب 11 غرزة سلسلة. هسحب من الخيط بالشكل ده كده وعد 1 2 3 لحد ما اكون 11 غرزة. ارتفعت ب 11 سلسلة، وهنا كده هاجي على بداية الدور، هفوت اول سلسلة على طول، ومن تاني سلسلة هدخل اشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها. وهكرر على كل غرزة هتقابلني لحد ما نوصل على اخر غرزة. كل غرزة بنشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده ولحد نهاية السطر. شايفين غرزة فوق كل غرزة، وصلت على اخر غرزة عندي. على اخر غرزة هنحط تزايد بثلاث غرز للمكان الواحد، فهدخل على اخر غرزة بالشكل ده كده وهسحب اول غرزة حشو. ويفضل هنا طبعا ان انا احط علامة او ماركر على بداية التزايد بالشكل ده كده، تمام. وعلى نفس الغرزة هي هرجع اضيف كمان غرزتين، يعني الاجبالي 3 غرز لاخر غرزة. فبالشكل ده كده دي الغرزة رقم 2 رقم 3، تمام كده. وهنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان احنا على الاتجاه ده كده هقلب الشغل بتاعي بالشكل ده كده، واخد اطراف الخيط تختفي معايا بالمرة على الدور، تمام. ومن اول غرزة على طول بتقابلني هبتدي اشتغل قدام كل غرزة غرزة حشو واحدة بالشكل ده من نفس الغرزة البسيطة، حلقتين وبطلع منها. وهبتدي اكرر، شايفين كل غرزة هنبتدي نشتغل قصادها غرزة لحد اما بنوصل على الدوران في الاتجاه التاني، يعني على اخر غرزة هنا كده. فبنفس التكرار وصلت على بداية الدور. وفي البداية على اول غرزة اشتغلتها، شايفين انا اشتغلت غرزة فوق كل غرزة. على اول غرزة بالشكل ده كده هدخل واضيف غرزتين. افترض ان احنا بدأنا بغرزة، وعشان اكون نفس الدوران اللي هنا من 3 غرز، ففي نفس الغرزة الاخيرة، عين الغرزة الاخيرة كده، هكون غرزتين. ادي 1، وطبعا هنا يفضل ان انا احط لنفسي علامة لبداية الدوران، تمام كده. انا ضفت غرزة، يبقى في نفس المكان هرجع اضيف كمان غرزة كده، 1 2، والغرزة اللي بدأنا بيها يبقى 3 بالشكل ده كده. هروح على اول غرزة بدأتها وتحت حلقتين الغرزة وهسحب غرزة منزلقة، وكده ابقى كونت الدوران على الاتجاهين بنفس الطريقة، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنرتفع بسلسلة بالشكل ده كده، وعلى نفس مكان الارتفاع في اول غرزة على طول هبتدي اول تزايد. فهدخل بالشكل ده كده وهشتغل غرزتين في المكان الواحد، دي كده اول غرزة. وعلى نفس المكان هرجع اشتغل كمان غرزة حشو بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نشتغل بغرزة واحدة فوق كل غرزة لحد ما نوصل على ال3 غرز اللي على الدوران هنا. فهنيجي على الغرزة اللي عليها الدور وتحت حلقتين الغرزة كده، ونسحب غرزة حشو، ونستمر بنفس التكرار، غرزة فوق كل غرزة لحد الماركر او العلامة.
وصلت على النهاية بالشكل ده كده لحد الماركر، وعندي بداية الماركر هنا. يفترض ان انا عندي 3 غرز على الدوران هشتغل عليهم تزايد، كل غرزة فيهم هشتغلها غرزتين، فبدءا من غرزة المارك بالشكل ده كده هشتغل غرزتين، ادي 1 2. وطبعا هنا يفضل ان انا ارجع احط العلامة بتاعتي على اول غرزة من الغرزتين دول كده، تمام. متبقي معايا غرزتين على الدوران هشتغلهم بنفس الطريقة، ادي 1 2، انا كده اشتغلت الغرزة رقم 2. الغرزة رقم 3 بنفس الطريقة وبنفس التزايد، 1 2، انا كده اشتغلت على 3 غرز اصبحوا 6، لاني اشتغلت على كل غرزة فيهم غرزتين. وهلف السطر بتاعي بالشكل ده كده بشكل راجع، وهشتغل غرزة فوق كل غرزة بشكل طبيعي، بدءا من الغرزة اللي عليها الدور كده لحد اما اوصل للمارك اللي على الدوران عشان اشتغل الدوران بنفس التزايد. غرزة فوق كل غرزة وصلت للماركر او العلامة، وهنا غرز الدوران. احنا بدأنا بغرزتين ومتبقي معايا هنا غرزتين علشان اكمل الدوران بتاعي. اذا من غرزة المارك بالشكل ده كده هشتغل على كل غرزة من الغرزتين الباقيين على السطر غرزتين بالتزايد، فهشتغل 1 وفي نفس المكان 2. وطبعا برجع احط العلامة بتاعتي على اول غرزة بالشكل ده كده من التزايد، وعلى الغرزة اللي فاضل عندي برضو هشتغل تزايد، ادي 1 2. احنا كده عملنا تزايد على غرزتين، ولو اذكركم ان احنا بدأنا الدور بتزايد يبقى دي الغرزة الثالثة بتاعة الدوران، وبالتالي انا بعد ما اشتغلت هنا كده هروح على اول غرزة على طول بدأتها، وفي حلقتين الغرزة وهقفل غرزة منزلقة، وبكده نبقى نهينا الدور والراوند. على الدور الجديد هنرتفع بسلسلة، وفي نفس مكان السلسلة هشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد من نفس الغرزة البسيطة، حلقتين وبنطلع منها، ادي 1 2، تمام. على الغرزة رقم 2 برضو هعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد، ادي 1 2. اذا انا بدأت الدور بتاعي بتزايد على غرزتين، ولما نرجع على الدوران هنا بنكمل الاربعة اللي موجودين هنا كده. يفترض ان انا هعمل على 6 موجودين على الدوران، بدأتهم باتنين اهو، ولما نرجع على نهاية الدور بنشتغل على الاربعة باقيين. هنا بغرزة فوق كل غرزة بدءا من الغرزة اللي عليها الدور كده، وهبتدي اشتغل غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة لحد الماركر او الدوران. وصلت للعلامة او الماركر، وهنا على الدوران يفترض ان انا عندي 6 غرز، على كل غرزة هنشتغل غرزتين، بدءا من غرزة المارك بالشكل ده كده هشيل العلامة وهشتغل اول تزايد، 1 2 بالشكل ده كده. ولو انا المفروض ان انا احط العلامة بتاعتي على بداية التزايد كده، لكن احنا على الدور اللي جاي مش هنعمل اي تزايد خلاص، فمش هحط الماركر بتاعي، وده كده يبقى اول غرزة. المفروض ان انا عندي 6 غرز، فهكمل على الخمس غرز الباقيين بنفس الطريقة، الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزتين بالشكل ده كده يبقى 2، اللي جاية برضو غرزتين كده 3، اللي بعدها غرزتين 4، اللي بعدها غرزتين 5، واللي بعدها غرزتين كده. انا تزايدت على 6 غرز اللي موجودين على الدوران بالشكل ده كده، تمام. وبشكل راجع بقى هنقل واشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل على الماركر او الدوران على الاتجاه التاني عشان اشتغل التزايد بتاعي، فبدءا من الغرزة اللي عليها الدور كده وهكون غرزة فوق كل غرزة تحت حلقتين الغرزة عادي خالص، وطبعا بنشتغل من الغرزة البسيطة غرزة حشو. وصلت على الماركر او العلامة، هشيل العلامة بتاعتي. يفترض هنا في 4 غرز لاني بدأت بغرزتين، يبقى الاربعة مكان او تكملة للستة اللي على الدوران، فبدءا من غرزة الماركر كده هشتغل 1 وفي نفس المكان ارجع اشتغل 2 كده، الغرزة الاولى 1 وفي نفس المكان 2 كده، الغرزة التانية 1 وفي نفس المكان 2 كده، الغرزة التالتة، والغرزة الرابعة والاخيرة بنفس الطريقة هشتغل فيها 1
2، وطبعا بقيه السته اللي هما الاثنين اللي بدانا بيهم الدور، وهاجي على اول غرزه اشتغلتها بالشكل ده كده، وهقفل غرزه منزلقه، وكده نبقى انا هنا السطر والراوند، وانتهت معايا القطعه بالشكل ده كده. على السطر اللي جاي هنشتغل سطر اخير، يعتبر سطر بنزين بالحواف، عباره عن غرزه حشو بالعكس. فبنعمل ايه؟ هنرتفع بسلسله واحده بالشكل ده كده، و المفروض ان احنا على الاتجاه ده كده، تمام؟ لا، انا مش هشتغل على الاتجاه ده، انا هرجع لورا، هشتغل بالعكس، تمام؟ فمن ورا الارتفاع على الغرزة اللي قبل الارتفاع على طول، وهدخل تحت حلقتين الغرزة عادي خالص، وهسحب الخيط بتاعي معايا برضو حلقتين، هشتغلهم غرزة حشو عادي خالص بس بالمعكوس زي ما احنا شايفين كده، هطلع من الحلقتين وهكمل بنفس الطريقة. الغرزة اللي عليها الدور شايفين انا ماشية بالعكس، مش ماشية على الاتجاه السليم كده، لكن همشي لورا. الغرزة اللي عليها الدور بدخل بالشكل ده كده، واسحب الخيط، والحلقتين اللي بيبقوا معايا بشتغلهم عادي غرزة حشو. وهكرر بقى على كل غرزة بتقابلنا كده بشكل معكوس، بندخل تحت حلقتين الغرزة ونسحب الخيط، تمام؟ والحلقتين اللي بيبقوا معايا بشتغلهم بالشكل ده كده، بسحبهم غرزة حشو، واستمر بقى بنفس التكرار كده لحد ما نوصل على مكان البداية. داير ما يدور القطعة كلها، كل غرزة هتقابلنا مش هفوت ولا غرزة، بشتغلها بالشكل ده كده، شايفين انا بشتغل بالعكس، بسحب الخيط والحلقتين اللي بيبقوا معايا بشتغلهم عادي، بسحبهم غرزة حشو. طبعا انا هستمر وداير ما يدور القطعة زي ما احنا شايفين، هو ده الشكل اللي بنحصل عليه، داير ما يدور القطعة كلها ولحد ما اوصل على البداية مرة تانية، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. شايفين انا رجعت للبداية بتاعتي مرة تانية بالشكل ده كده، واخر حاجة هشتغلها بعد ما سحبت اخر غرزة عكسية بالشكل ده على اول غرزة بدأتها، شايفين في نفس المكان، هسحب الخيط، والمرة دي مش هشتغل غرزة حشو لكن هطلع بمنزلقة من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده كده، وهرفع الخيط وهقصه. وفي المرحلة دي زوائد الخيط اللي بقت معايا بلطمها في ابرة التنظيف بالشكل ده كده، وهدخلها على خلفية القطعة اللي احنا اشتغلناها بالشكل ده، نبقى ورا، وهدخلها تحت الغرز بتاعتي شوية بسراجة عادية، وبتخلص من الزيادة وبقصها. وكده نبقى انتهينا من القطعة الأساسية، وهنبتدي نشتغل الوردة. هنشتغل وردة من غرزة الباف، وأول حاجة هنعملها الحلقة السحرية على السبابة والأوسط بالشكل ده كده، بلف طرف الخيط مرتين، بنزل أسفل أول فتلة بسحب رقم 2، وبلف إيديا نفس الفتلة هي رقم 2، أخدها وأطلع بيها من الحلقة اللي على الإبرة. اتكونت عندي دايرة صغيرة بالشكل ده كده، جوة الدايرة هشتغل 6 غرزة حشو، ارتفع على البداية بسلسلة مجرد ارتفاع، وهخش جوة الدايرة بالشكل ده كده واسحب الخيط، بشتغل من نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها، وهكون بنفس الطريقة كده 6 غرز. دي كده الغرزة رقم 2 3 4 5 6، اشتغلت 6 من غرزة الحشو. هسحب بداية الخيط بالشكل ده كده عشان اضيق سنتر الدايرة، وهروح على اول غرزة اشتغلتها من الستة، وهنزل تحت حلقتين الغرزة، اخلي بالي ان في سلسلة ارتفاع مش هشتغل عليها، لا، بنزل تحت حلقتين اول غرزة من الستة بالشكل ده كده، وهسحب واشتغل غرزة منزلقة، وبكده نبقى انا هنا الدور الاول، تمام كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي ارتفع بسلسلتين، 1 2، على نفس مكان الغرزة ونفس مكان الارتفاع هبتدي اشتغل غرزة باف مكونة من 4 لفات، هلف الخيط على الابرة وهدخل جوه اول غرزة تحت الابرة على طول اللي هو مكان الارتفاع، وهسحب الخيط وارتفع بايديا شوية كده، ادي لنفسي براح للغرزة، تمام؟ دي كده اول لفة، وهكرر كمان 3 مرات، يعني الاجمالي 4 لفات. ادي اللفة التانية، بدخل جوه الغرزة وبسحب الخيط، اللفة التالتة بنفس الطريقة في نفس الغرزة وبسحب الخيط، اللفة الرابعة والأخيرة. بعد ما بسحب 4 لفات للغرزة بالشكل ده كده، هسحب كل الحلقات اللي على الإبرة ما عدا الحلقة الأخيرة، بتبقى واخدة جنب لوحدها كده، فهسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة دي، بيتبقى معايا غرزتين هشتغلهم وأقفل عليهم غرزة حشو.
تمام. احنا كده كونا اول بتله، هنرتفع بسلسلتين 1 2 وهروح على الغرزه اللي عليها الدور تحت حلقتين الغرزه عادي خالص، وهسحب غرزه منزلقه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. احنا كونا بتله بس بتبقى مقلوبه، المفروض ان انا اعدلها بايديا بالشكل اللي احنا شايفين، تمام. وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنكرر بقى الست بتلات على الست غرز بنفس الطريقه من مكان المنزلقه كده، نكرر نرتفع بسلسلتين وعلى نفس مكان الارتفاع هلف الخيط وهاخد 4 لفات على نفس الغرزه. ادي 1 2 3 4، اخدت 4 لفات بالشكل ده كده. هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقه الاخيره، وهطلع بعد كده اشتغل الحلقتين اللي بيتبقوا معايا بغرزه حشو واقفل على الغرزه بالشكل ده كده، وهكرر برتفع بسلسلتين واروح على الغرزه اللي عليها الدور وبقفل غرزه منزلقه. وزي ما قلت لكم غرزه البف بتبقى مقلوبه، بيبقى المفروض ان احنا نعدلها بالشكل ده كده، تمام. بنعمل ايه؟ هنكرر مره تانيه، وزي ما قلت لكم هو بقى بنفس التكرار، هنكون 6 بتلات كل مره بنشتغل منزلقه، نرتفع بسلسلتين وفي نفس المكان وفي نفس الغرزه هسحب 4 لفات. ادي 1 2 3 4، بعد ما بسحب ال4 لفات هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقه الاخيره، بيتبقى حلقتين هقفل غرزه حشو، ثم هرتفع بسلسلتين واروح على الغرزه اللي عليها الدور واقفل منزلقه، وهكذا بقى بنفس الطريقه كده وبنفس التكرار ابتدي اكرر على باقي الغرز. شايفين انا اشتغلت ال6 غرز بنفس الطريقة، وهنا بعد ما قفلت اخر غرزة منساش اخد السلسلتين اللي باخدهم بعد كل غرزة باف، وهقفل فين؟ هقفل على البداية بتاعتي، على اول غرزة بدأت من عندها اول غرزة باف بالشكل ده كده، هسحب واشتغل غرزة منزلقة، بطلع من حلقة الابرة وهعدل غرزة الباف الاخيرة بالشكل ده كده، وهاخد سلسلة تأمين، هرفع الخيط وهقص، وطبعا بننظف زيادة الخيط من على الوردة، وانا استخدمت خرزة عادية بالشكل ده كده هضيفها على منتصف الوردة. طبعا تقدري تضيفيها بخياطة عادية او ممكن كمان بمسدس الشمع زي ما تحبي والمتوفر عندك، وهنضيفها على القطعة الاساسية على احد الجوانب برضو، ممكن بالخياطة وممكن بمسدس الشمع. وطبعا الكليبسات نقدر نثبتها سواء بمسدس الشمع او بالخياطة العادية من نفس لون القطعة اللي اشتغلناها. شايفين قد ايه شكلها حلو جدا ومميز، وشكلها يعني بيبان اكتر على اللبس. اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم، وياريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لايك اذا بتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كوليكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.